فهمتي فاعل جمعوي. مرحبا بكم. اذا احنا اليوم قدام هذه البنايه اللي تتواجد منطقه واد فاس، بالضبط منطقه تسمى الله الوطن الملك. هذه البنايه اللي اغلب ساكنات المنطقه كيجهلوا ما هي ديالها والدور ديالها ولاش تبنات، فهي تبنات كمستشفى للامراض الصدريه تقريبا هذيك اكثر من 10 سنوات. وكما كتشوفوا فلازال الدار القمان على حالها، مازال البنايه مشيده فارغه، بل هي مأوى للمجرمين والمتشردين. من هذيك اكثر من 10 سنوات، يعني ازيد من 10 سنوات، والبنايه على حالها، ما كاين حتى شي تغير في الوضعيه ديالها. كتشوف مستشفى في هذه المنطقه هذه اللي كتحط بها الاشجار، كتحط بها هذه الغابه، فهو فعلا يستحق ان يكون مستشفى للامراض النفسيه والصدريه. كما كتعرف ان المرضى هذوك يحتاجوا الهواء النقي والهواء الطلق، ونتمنى من الله عز وجل تكون شي تحسن في هذه البنايه ان شاء الله تعالى. كما كتعرف اذا اي بنايه فارغه وخاويه فهي غتكون مأوى للمجرمين والمتشردين، وبالتالي غتاثر على الساكنه هذه المنطقه، تكون سرقات، تكون انتهاكات، تكون مجموعه من الجرائم اللي عندها علاقه بالاماكن المهجوره. هي في الحقيقه تكون مأوى حقيقي للمتشردين والمجرمين، وتقدر توقع فيها اغتصابات القاصرين والقاصرات وانتهاكات بالجمله. حدنا جوج ديال الاعدادي، عندنا حدنا اعداديه وثانويه وحتى ابتدائيه، فبالسهل اي واحد يستدرج اي فتاه او اي طفل لهذا المكان هذا وينتهك العرض ديالو. قريب واحد العقد ونصف من تقريبا 15 سنه وحنا هنايا في الحومه، تبنات على اساس انها بنايه للمركز الجهاز التنفسي الصدر، وما كنا كما كنا تنسمعوا لانها تابعه للدوله. من بعد سمعنا كلام اخر هو انها بنايه للخواص. اليوم هذه البنايه اصبحت تشكل خطر على الرياضيين والناس اللي كيمارسوا الرياضه في هذه المنطقه، لان هذه المنطقه معروفه بممارسه الرياضه، كاين النساء كاين الرجال كاين اطفال. اليوم بعض المرات راه بعض الناس رصدوا هذه الفيلات هنا، رصدوا من هذيك البنايه وتم السرقه ديالهم، وهي تتشكل خطر اللي كيتجمعوا فيها المتشردين، كيلعبوا فيها كارطا والقمر والسكيريه، ولهذا خصها شي حل باش ما تبقاش مشوهات في هذه المنطقه وما تشكلش خطوره على ساكنه حي واد فاس. هذا شوف تقريبا السرقه ديال الفيلات اللي تسرقوا في هذا القنت كلهم ترصدوا من هذه البنايه، وهذه كانوا في المحاضر ديال البوليس، وسمعنا بان الناس كانوا منها انطلقوا ديما من هذه البنايه هذه. والسرقه هنايا في الاونه الاخيره كاينه سرقه كبيره هنا في واد فاس، وبالخصوص في هاد الناس، لان تقريبا هاد مولي الفيلات كلهم ناس مهاجرين في الخارج وتعرضوا البنيه ديالهم للسرقه. هادشي اللي كاين، انا تنقول لك هذا ممر للنساء والفتيات يديروا الرياضه، تيديروا لا مارش هنا في الصباح، معروف تجي في الصباح هنا غتلقى واحد العدد كبير ديال النساء تيمارسوا الرياضه، وغدا بعد غدا، لان حتى الانسان دابا تنشوف بعض المرات تلقى التلاميذ فيها تلاميذ وبنات في هذيك البنايه، تندوز منا تلقى بنات وتلاميذ جالسين في هذيك البنايه، واوتوماتيكمون انت راه كتعرف واحد الانسان جالس في واحد المكان مهجور راه يتعرض للاغتصاب في اي وقت، وهذه هذا كيشكل خطر على هذا الحي. من الاحسن يدار له شي حل، يدار له شي حل. هذا نداء ديالنا للسلطات والناس المسؤوله على وزاره الصحه، الا كان هذه البنايه تابعه ليها خاصها تلقى لها الحل، لان ما يمكنش فلوس ديال دافعي الضرائب الشعب وديال ابناء الشعب، وحنا انت كتشوف الوضعيه ديال كوكار اللي هي واحد الوضعيه صعبه، وما عندناش مستشفيات، ما عندناش مراكز صحيه، وبنايه مهجوره تخسرت عليها الملايين. ولهذا خص المسؤولين ديال وزاره الصحه يديروا الحل لهذه البنايه وتم التجديد ديالها، اذا كانت كما تنقولوا تابعه لوزاره الصحه تم التجديد ديالها، وتولي هي واحد المنشاه تدفع بالقطاع ديال الصحه هنا في حي واد فاس في مقاطعه المارينيين. البنايه كنسمعوا كانت غتكون سبيطار، ولكن لحد الساعه ما كاين لا سبيطار ولا اداره ولا بنايه. المهم كنشوفوها بنايه واقفه جامده، ما فيها لا ابواب ولا اناره ولا ولا ولا، ما عرفنا شنو هو الهدف ديالها كاع في هذا الحي. اغلب الاوقات كنمارسوا رياضه المشي من لهنايا، ماشي رانا غير دايزين هكا وصافي، كتبقى لك واحد نص ساعه ولا ساعه الله ربي مثلا المغرب ولا هذا، كتقول راه نتمشى ونجيب وقت الصلاه هي هذيك، ولكن في نفس الوقت راه كتخاف من الخطر.